بعد غياب عن الوطن دام 25 سنة، رجع الفنان يوسف حمال لوطنه الأم اللي يقدم خلاصة تجربته وخبراته وموهبته. وكانت حفلته بحلب اللي قدم فيها مجموعة من أغاني الروك اند رول والأغاني العربية والأجنبية. جمهور حلب اتفاعل مع يوسف حمال، وهذا التفاعل شجعه لا يعطي أكثر وأكثر. بتذكر قبل شيء سنة ونص كان بيعرفني يوسف كأنا عازف كتار، كان عازف كتار، فطرح علي إنه ليش ما بتعزف بيس. أنا كتير عجبني أفكاره ليوسف وشلون ريت أعمل الأغنية العربية وشلون ريت يغير الأغنية العربية ويخلط ما بين الشرق والغرب، عجبتني كتير الفكرة. ومشان هيك حبيت إنه ليش ما بعزف بيس معه. أنا بالفرقة بحس حالي إنه جو يعني ممبر فرقة روك اند رول عربي، كان هيك عجبتني كثير الفرقة. وهلا سوينا الحفلة، الحضور كان كثير كويس، كثير مبسوط من انه عزفت مع يوسف. المشروع صار له 5 سنين، يوسف عرض عليه فكرة وكنت كثير مبسوط فيها. صار لي 4 سنين تقريبا بس بلشنا نحضر شغلات ونألف شغلات، بس آخر شيء قررنا نعمل حفلة. صار في كثير تسهيلات، يعني تقريبا شباب كل ساعدنا يعني بتشكر كل عامل كانوا واقفين معنا بالفعل. يعني واحد بحس حاله في شعب بحب الميوزك، في صبايا، في شباب، يعني هاد شيء بفائلني. يعني انا كثير مبسوط. جد يعني قدم شغلات كتير حلوة، وخصوصي انه هو رجعان بعد 25 سنة، يعني عمل مزج حلو بين الغرب والعربي يعني، والله يوفقه لانه عن جد تعبان على حاله، ونتمنى له كل خير يا رب. الحفلة كانت بتجنن، شغل الكل والكل قاموا محلاته، كتير كانت حلوة، كتير كتير انبسطنا كتير بالسهرة، وعن جد حفلة حلوة كتير كتير. مساء الخير لقناة مسايا. حفل اليوم الأستاذ يوسف كان جميل جدا، هو صديق عزيز أصلا كموسيقي وكمغني، واليوم كان حفل مميز فعلا، أثبت للساحة الفنية في حلب وجوده بجدارة وبقوة. فعلا بهنيه أنا من كل قلبي على هالنجاح، وإن شاء الله للأمام دايما. كانت حلوة كتير، وتعرفوا أنه يوسف وورد اسمه صار معروف وحفلته كتير حلوة، انه الستايل اللي استخدمه اللي هو الروك اند رول انه عربي انجليزي كان كتير حلو، شيء جديد، ومثل ما شفنا انه الجمهور كله حبه يعني، وكان كتير حلو. بتوفيق، بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله بالحفلات اللي جايه، والناس يكونوا يعني يستمتعوا يعني لسه اكثر واكثر، يعني هسه هو عنده انا برايي اكثر من هيك، فان شاء الله بالحفلات الجايه ان شاء الله بيكون يعني لسه يعني على الحفل اضخم وشيء جديد على حلب. بتمنى له التوفيق. مزجت فيها روح الشرقية بالغربية وبألحان مميزة، عبرت عن خصوصية الفنان يوسف حمال اللي بتجمع
بين أصالة اللي تعلمه بوطن الأم وحداثة اللي تعلمه بالمغترب، قدر يشد الجمهور يطربه يرقصه ويخليه عم يطلب من يوسف أكتر وأكتر. تجربتي بأوروبا كانت يعني الصراحة كانت تعبت فيها كتير وتعلمت فيها كتير، لأنه كنت هون مثلا نسوي الأشياء كلها مثل الأشياء ما بنتعلم على أصولها. فإذا واحد بده يغني موسيقى شرقية مزبوطة لازم يجي لحلب ويتعلم أساتذتنا الكبار. إذا واحد بده موسيقى غربية، هلا صار في عنا شباب وصار في عنا ناس كتير ممكن يعني كتير صار في عنا معهد بالشام كتير عظيم، بس بوقتي أنا كان ما في، فكان عندي رغبة دائما أسافر لأوروبا مشان أشوف الأشياء قريبة، لأني كنت أشوفها بالسينما أشوفها بالتلفزيون أشوفها بالمجلات. فسافرت لأوروبا، وحتى أول ما سافرت تقريبا كان صعب كتير أني اشتغلت بفترة عزفت بالأحرى، واشتغلت عزفت بالأندرغراوند شي فترة ساعة ونص. بتشوف هدول الناس لما يكونوا الناس مرئين قدامهم رايحين مشان يركبوا المترو الأندرغراوند، فبتلاقي في شباب مسكين جيتار عم يغني، في ناس بزتوا لهم مصاري، فكان مثل ما تقولي يعني مغني بالأندرغراوند. وبتذكر هلا أول ساعة ونص عملت فيها شيء 5 باوند، يعني شيء 5000 ليرة سوري. فكنت سعيد لأنه عم بشوف شغلة على حقيقتها، يعني عم بجابه الجمهور وعم بجابه الناس هدول اللي ما هو مسرح ممكن يطلعوا فيك ويضلوا عابرين سبيل. فكانت تجربة يعني في هالشكل كسرت الجليد ممكن تقولي. This is يعني أول تجربة يعني. وبعدين صرت أتعرف على ناس وأشتغل، مثل ما بقولوا الموسيقى بتقرب الناس لبعضها. من خلال الموسيقى تعرفت على ناس كتيرين. خططي المستقبلية حاليا أني أنا بدي أعمل ألبوم جديد، رايد أعمل ألبوم جديد فيه أغاني مثل حضرتك اليوم سمعته ممكن، أو بدي أعمل ألبوم تاني فيه أغاني لألي، وفي أغاني كمان الفولكلور تبعنا اللي أنا برأيي أني أحيانا جيلنا والشباب طالعين جداد ممكن يسمعوا الأغاني القديمة من خلال أني أنت بتسمعيهم أشياء مودرن، شغلات بيحبوها، مثل مثلا أنت مثلا واحد عنده ابنه بده يعطيه مثلا حبة دواء فبحط له إياه بالشوكولا فبياخده، يعني أني مشان بس يشوفوا عالمنا الجميل الأغاني القديمة عن طريق الموسيقى اللي هن بيحبوها. لأنه بتعرف الوقت تغير، الحياة تغيرت وصار ما عاد في بس موسيقى شرقية مثل المتاحف كنا نقعد وتلاقي طول الليل دندر، يعني صار في حتى كل مغني حاليا والمغنيين النجوم المعاصرين كلياتهم عم يعملوا اغاني فيها مثل فيها تاتش، ما ضل عربي اجنبي صار كله مشترك، موسيقى بتوصل على ما بعضها، فهندي على يوناني على هي بتجيب السعاده للناس كلياتها. فاي ريتم اي قاع نغمه حلوه بقلك بشكل بسيط بيطلع من القلب بيوصل للقلب. اللي بيطلع من القلب بيفوت على القلب، هذا اللي قاله يوسف حمال، وهذا اللي صار بحفلته الأولى بعد عودته للوطن، وهذا كمان اللي شفناه على وجوه العالم بعد حفلة يوسف واللي طلعت مطروبة، وكأن يوسف بالأغاني اللي قدمها زرع التفاؤل وحب الحياة بقلب كل واحد من الحضور.